اللفتة الثانية، اللفتة الثالثة، لن يظهر الخليفة المهدي حتى تحاصر العراق والشام، وحتى يقع ما يقع فيهما في العراق والشام من قبل العجم ومن قبل الروم من الفتن والملاحم والكوارث الكبيرة، فعند ذلك يأتي الفرج، تزول الكروب ويأتي الخير. محل الاستشهاد من الحديث أن المهدي يظهر بعد حصار العراق والشام، ونحن بعد حصار العراق والشام، حصار العراق في التسعينات وحصار الشام بعدها بعقد، نحن في آخر الأمة، يكون في آخر أمتي بعد العراق والشام، نحن في آخر الزمن، انتبهوا أيها المسلمون، نحن في آخر الأمة.